السلام عليكم شباب، يابا شكرا على التفاعلات الحلوة وربو يحفظكم شباب. هذني اليوم هذا الحوض مال سجاد الحلاق، طلب من عندنا ان نصور له الفيديو، قال صور لي سناب شات وريد نشرهن على القناة وريد شوف تفاعل ايش قد راح يوصل، ويقول خلي نوصلها لايكات من 500 فوق، وان شاء الله انتم ما تقصرون ورحم الله والديكم. طبعا هذا النوع السمشات، طبعا هو خالد اكثر من نوع، طبعا اكثر من نوع مخليه سمك مو نوع واحد، ويريد يجيب بعد. لان ذبنا الاكل والله، شوف شو يسوون على الاكل. شوف طبعا هسه جوعان هسه، شوف صارت كالب على الاكل. هذا النوع هذاك راح، هذا ون هذا الاجه، هذا نوع من انواع القرش الصغير طبعا مو الكبير. شوفه هاي السمكه غاليه هاي طبعا. الحوض صغير، هو مخلي تقريبا بال 15 سمكه بي. الحوض صغير هو يعني ما يلم هيك عدد، ويريد يجيب بعد. قلت له يابا الحوض صغير هذا مو مال هيك عدد، حتى الاكسجين مالتن يعني قليل. تحياتنا لكم شباب ورب يحفظكم، وان شاء الله نريد هذا الفيديو يوصل لايكات هواية حتى يشجعنا ننشر اكثر، ننشر شي يعجبكم. وتحياتنا اقطع.